طيب انت شايف من وجهه نظرك احسن حكم موجود على الساحه الوقت في مصر دايما تقول الحكم اللي أخطاؤه قليله واداؤه ثابت هو الافضل مين احسن حكم في مصر في مجموعه حكام السنه دي الدوليين زي عندك في طبعا امين عمر في عندك محمد عادل ابراهيم نور بيادي بشكل كويس بغض النظر بقى التصريحات ماليش دعوه انا بتكلم مم. فني فني ابراهيم نور احمد الغندور بيأدي بشكل كويس في اخطاء بس غير مؤثره يا كابتن نصر هل في احتواء؟ ما كلمه احتواء دي خلي بالك ما هو لما يطلع حكم يقول لك انا احتواء. ما هو يا كابتن بس انا عايز اقول حاجه معلش مع كل الحكام والناس آه. كلهم افاضل وصحابه. خلينا بس نقول حاجه يعني الحكم الكلمه اللي قالها يعني عارف انت هو اصلا طبيعه شغله هو ظابط شرطه خدت بالك؟ وكان في الامن المركزي يحتوي المشاكل والكلام الامن المركزي فطبعا كان كل شغلهم يقف وبتاع الامور محتوي الامور وبيبلغوا ف... هي بس ده حكم ما هو بقى بقى يعني شغلية. عايز اقول شغلته مأثره عليه في في اللـ في, اللـ في اللغه بتاعته يعني انت تفضل الحكم يبقى مالوش شغلانه غير شغل التحكيم لا بحطة. يعني انا مش عايزين نمسك في كلمه حكم لكن اداؤه ايه في الملعب م. خلي بالك يا مصطفى أداءه في الملعب؟ متفرغ للتحكيم يا جدعان لعيب الكورة متفرغ يا ريت يا... الاتحاد ما يقدرش اصل خلي ما يقدرش؟ ما أنا أقول لك الفلوس بتروح دي بتروح فين؟ ما هو أنت عشان ت... الشروط, عشان... الشروط الجزائية اللي على ال... على الاتحاد من عشان من تعمل إنهم... احتراف هتعمل عقد معاهم لازم ما تعملش ليه عقد معاهم؟ ما هو ده يا ريت ما أنا بقول لك ليه ما تعملش؟ يا ريت ما من المنظومة الفاشلة اللي لازم يعملوا يتكلموا فيها اه ده اساس كرة القدم العدل اه اللي هو الحاكم يا ريت ده, ده ده دي ده ما يزعلش ده اللي هو التوب اوفيشال ده اللي انت بتتكلم فيه بينص... هل ممكن ينصلح حال التحكيم المصري؟ اه طبعا طبعا بس بعد كم سنة. جي... لا مش بعد كام سنة جيب ناس تشتغل على التحكيم صح بمنظومة صح باستراتيجية صح هتلاقي في تحكيم احنا عملنا في 2012 دخلنا ع... جمال غندور وانا وقعدنا اشتغلنا ما كناش بنبص مين موجود في موقع رسمي مين جاي من بره؟ يعني أنا بتكلم كلام عصام كان عضو مجلس اداره <applause> كان بيشتغل يعني مش عايز أقولك لك اشغال شقه جمال نفس وانا اشتغلنا موتنا نفسنا